غلامورات احسن احساس في العالم هو انه تعرف كاين حمام بحال هذا في هذا البلاطو كيتسناك. شوف شحال نقي، شوف شوف الحمام، شوف بوحدك مي برودوي ما كنجيبش هذا لي برودوي بزاف باسكو هذا الحمام فيه كلشي، وتديري احسن حمام في التاريخ. مي فريمون جادور جادور البنات مع هاد البلاطو اللي كيتسناك دائما طوب. لي غلاموخ لي غلاموخ، عرفتي ما خرجتيش من الحمام هكا نتوما كنخصو لك ستوري. لا لا كنطلقو انا، هما عارفين كنقول لهم الحقيقه. عرفتي ما خرجتيش من الحمام بحال كي خرجت انا اليوم هكا مزنقة نو ميك اب زوينه بلا ما تجيلي. كنشف غير كنشف شعري ديما كنعطيتو الحر بدر. بدر اش بغيت دير ليا؟ كيف تفهم؟ بغا نشوفو اللوك ديال اليوم. اليوم قلت بغيت ندير ضفيرة هكا غير نبدل شويه في هاد لا كولاب اللي عندي. عوجه الفرقه عاد بنت لي في التليفون راه داخله من هنا. راني عاد عندي النخله. راني ندير لك كم شتو شكل هنا في الرقة. هز حيت الماتش لاعب على الفرقة ديما كوكا ديما راجا ما عرفت وفيت ما عرفت هذاك هذاك ديما المغرب. لي غلاموغات لي غلاموغ زوينات. الوغ اليوم جيت باش ندير لكم ان ستوري با كوم لي زوطر، ستوري اللي زوينه ندير واحد الزيانه ولا دير واحد النقافه انستالي في بروكسل، سيتادير المقر الرئيسي ديالها كاين في بروكسل. ولكن هاد النوبه جاتها ليدي انه تدخل عالم القفطان المغربي اللي فريمون بواحد لا توش اوت غام ديال القفطان المغربي، لانه دارت لو تور ديال العالم بالقفطان ديالها وبالخدمة ديالها تليد الفرع الفاروعي، وقالت ندخلو الناس المغرب باش يعرفوه، لأنه أخيرا قررت أنها تدير الفرع ديالها في المغرب. هذه حاجة. حاجة أخرى هاد لاستوغي هادي حافظوا عليها، حافظوا على هاد الزيانة كريستال دغاس معروفة عندكم نتوما في أوروبا. أنستاري في بروكسل كيما قلت لكم في بلجيكا كتخدم باختو في لوغون، سيتادير كونتي سيتادير كنتي الا باغا تديري عرسك في الصيف خاصك تواصلي معها من دابا. المينيموم مينيموم اللي باش تديها، وكنقول لكم انا داروها صحباتي هنايا في المغرب ما كيبانوش دوك العرسات اللي كيدوزو من تحت لتحت وتيشي كيكون فروكاع. مينيموم مينيموم خاصك واحد 3 mois باش تقدري تشدي هاد الزيانه هادي. داكشي ديالها انا غنصور لكم غير 2 ولا 3 tenues. جيت انا سبيسيالمون هنايا في البالي ناماسكا فين دارت الشوتينغ ديالها. شوفوا الخيال العلم. الله يجيب غير الفلوس والراجل اللي نلبسوا ليه هذا الفرح الفراغ. الو غيستي كونيكتي ما تزابيو حتى حاجه، اي غارديو غارديو بيان هاد لاباج هادي غارديوها لانه غادي تحتاجو. انا بعدا غنحتاجها وعرفت لمن غنصيفطها. شي ناس بيديروا العرس في الصيف. الوغ لي غلاموغ لي غلاموغات، شوفو بعدا الاختيار ديال هاد المانكان غزاله. شوفو شحال زوينو هادي غنجيبها تلبس ليا في المحل. شوفو القفطان كيفاش داير. شوفو 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 خدمة المعلم. اي بوغ موا سي لا بخوميييغ فوا لي كنشوف شي زيانه كتلبس المضمه اللي طبعا ذهب تحت من هادشي اللي الفوق.
دي ما عرفتوش شنو. شوفوا الكميمات كيفاش دايرين. جادوغ. شوفوا المانكا انا بال ما شاء الله. شوفوا الخدمه سي جوست واو. طبعا هذا الشيء هذا غادي نحط لكم فيديو ديال الفوتوغراف لانه دخلت لي في الخدمه ديالها سمح لي. لي غلامور لي غلامور. شوفوا شكون جا عندنا. عربيه سوتينا انفلونسوز من فرنسا معروفه ما يمكنش ما ندوش الباساج ديالها عندي في الانستغرام. صافا في بليزير دو تافا رونكونتري او بيانفيني او ماروك. شوفوا شحال جات زوينه. شوفوا شوفوا كريستال دريس. كريستال دريس فريمون دارت شوتينغ هنا في المغرب على حق وطريقو. قومته بزباله ديال الفلوس وجابت الانفلونسوز تري كوني من فرنسا باش تلبس لها. طبعا هاد الانفلونسوز عندها بزاف نتوع المتابعين من لوروب. كنعاود ناكد لكم انا بنات لي ديتاي ديال كل تكشيطه كل توني كل حاجه غادي نخليه لكم اون بلوس. فاش غادي يوجدوا لي فوتو برو غنحطهم لكم. ومن هادشي كلشي بغيتكم تدخلوا ديريكتومون لاباج ديالها فيريفيو شنو عندها شنو كاين شنو ما كاينش بقشو. سولوها كدير دي تري بون بري. ودابا حاليا من لونسمون ديالها في المغرب دايره ان بري زوين العريسات في المغرب. بتدخل بخمير بتدخل عام الاول ولكن اكيد اكيد زينا كريستال غادي عاوتاني تطلع علينا. سينو شنو بغيت نقول لكم. غادي ندوزو لقفطان اخر غادي نصور لكم لي ديتاي تاع كل قفطان. غادي ناخذ لكم كونتاكت ديال الفوتوغراف باش نقدر ناخذ لكم ناخذ الفيديو ديال الشوتينغ نتاع اليوم. دابا حاليا راه كاينه في المغرب. غادي نشوف الا تقدر تعطيني شي نيميرو اللي يكون اكسيسيبل فاسيلمون ديال المغرب ولا لاسيستانت اللي كاينه هنايا في المغرب باش تقدر تشوف معاكم لي ديتاي تاع لي ديتاي. اونسويت كاينه واحد الحاجه اللي يعني تي با اوبليجي انك تو تو ديبلاس. سي ال كي ماكي ما كاينش عارفه وي وي نقافه وماكيوره سبع صنايع وهذا رزق ما ضايع. الله يحفظها. سينو شنو اخر غير تي كونيكتي لاموغات الزوينات كيصاوبوا الفنه. شوفوا اون بلوس لي برونزي جات هكا تصدي الاورانج. باغ كونتخ هادي بالضبط بغيت نوريكم الديتاي اللي هي معروفه به هاد الزينه كريستال. سي كو هي من الناس اللي داروا هاد الرشمه هادي اللي كتكون في القفطان التحتاني كتكون هاد الرشمه عاد باش كيتدار الفوقاني وبيديها طبعا كتخدم. شوف فريمون شوفوا لي ديتاي هادشي كلشي البنات مخدم مخدوم باليد. قالت لك القفطان ولا التكشيطه كتقدر تجلس حتى عام وهي كتخيط باش تقدر توفرها الكليانات الزوينات ديالها. شوفوا لي هاد الزاز. شوفوا الفرع الفراعي الخدمه ديال الفرع فريمون تكشيطه ملبسه ديال الفرع. طبعا كتحرص على لي ديتاي تاع لي ديتاي قبل ما كتخرج لينا العروسه في كل شيء حتى في الخدمه ديالها في كل شيء. صراحه انا دوزت معاهم اليوم نهار شفت سي با فاسيل باش يخرجوا لك عروسه مقاده بلي ديتاي ديالها. راه طبعا ما كتكونش سهله عليهم. ناري هنا سطاتني هاد التكشيطه ها اللي لبسها وضربها شي تكعيطه تسهلي كثر حبيبتي. غزال غزال راه لا يخطك الله يكبر. لا لا يخطك الحبيبه ديالي الله يكبر بي. نديوها ان شاء الله في شي عراسيه ما دابا الرومي دابا لي غلامور بور فيناليزي هاد الشوتينغ هذا مع هاد الزوينه هادي. شوفوا كي زاهر الاورانج. طبعا لي فوتو ما غاديش يبانوا لكم كيما انا بغيت ولكن بليزو موا هاد الاخ هو اللي غادي يعطينا ديك اللمسه. جات لي فوتو وجات لكل قفطان
ما بقى لي غير نقول لكم بون كوراج الزينه ديالنا كريستال دراس في المغرب ومرحبا بك ومرحبا بالانفلونسر ديالنا واللبيسه اللي جاوا فريمون قفطه كيستيو وشكرا بالينا ماسكار على هذه الاستضافه الزوينه اي ميرسي. انا نعاود لكم بحال خرافه. انا جيت باش ناكل تعشى عباد الله، جيت باش نتناكل في هذا الغيستوغون ديال امي فاطمه، تهيت شي حاجه بلديه وكاينه انا وغيتا في الطوموبيل، غيتا لبسه الصنداره. اوكي قلت لها هبطي لبسي سبرجيلتك مع الكوفر. سمعوها هبطي غيتا، قالت لك ما بغاش تهبط، قالت لك ما بغاش تشم ريحه الماكله، المراه كتوحم باش مشي وقولاني تباك الجيران. ما بغاتش، قلت لها انا واش دابا انا نهبط ناكل وغنخليك في الطوموبيل؟ قالت لك ايه. وانا عباد الله واش ما جات طيب ديال امي انا هادي، هبطي تلبسي السبرديله وزيدي، ما بغيتيش تاكلي شربي كوكا شربي شي حاجه، جلسي كاع لاله في لاطراس ما تخش لداخل وما تبقاش في الطوموبيل. قسمي لي حنا مدابزين دابا حنا في الطوموبيل، انا سي مشهدي لقيتيني مشقله راسها في الطوموبيل ما تهضريش. حكموا عباد الله الناس المتابعين، هبطي راه محشومه واش انا غنبقى كناكل بالزربه؟ هبطي تاكليش على خاطرك، جلسي وتصنتي العظامك تجي على خاطرك، هبطي كلي معايا خليني لا شربي عصير كوكا ما نقدرش. وجلسي في الطياره ما تدخليش لداخل، جلسي بوحدك يا ويلي يا ويلي، تليت اخضر محنتت مفرتت مقنتت. هبطي انتي جلسي مع راساتك واجي. واش انتي يا 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 دابا عرفتي علاش هبطت معاك انتي؟ دابا تبقاي تما وغتبقاي جالسه وعاد تعشي وعاد بغيت ترقدي، وانا خصني نبقى لك هنا جالسه باش نسافر. والله تنت والله ما نقولبك، اقسم بالله اقسم بالله ما نقولبك. يلاه هزيتي معايا كلي معايا. اللي كيبغيو شي حاجه بلديه ياكلوها كاينه امي فاطمه، ديروا غير امي فاطمه في انستغرام غطلع لكم، رائع الماكله عندهم.